الخميس من ساحة الأعلاف في مديرية الأنعام 5/2/1444 بنغطي لكم تغطية عن أسعار الأعلاف لشهر صفر. كل شهر نغطي لكم أسعار الأعلاف في هذه المدينة الرائعة. هذا برسي شده تقريبا من 90 إلى 23 ريال. الله يبارك لهم ويزود لهم، ما شاء الله جديد خالي. الله يبارك لك ويزود لك. برسي صافي شد كم؟ شدوا 90 برضو يبيعون ب 23 برسيم صافي. الله يبارك لهم. هذا برسيم برضو صافي شد 85 90 يبيعونه ب 22 ريال. الله يبارك لهم يرزقهم. ما شاء الله تبارك الرودس ما شاء الله يبيعونه ب 13 ريال. 13 ريال اللي هو الرودس. شدوا ما شاء الله يقول 90 الشد 90 13 ريال الرودس. الله يبارك لهم. ما شاء الله تبارك الله. برسيم شده تقريبا 95 وزود. اللبنه تجي تقريبا 25 كيلو مرصوص، هذا يبيعونه ب 27 ريال برسيم صافي. الله يبارك لهم. برسيم صافي من شده من 85 الى 90 يبيعون ذا ب 23 ريال، وهذا يبيعونه ب 22 ريال. بس هذا الفرق انه ناعم، هذا البرسيم ناعم، وهذا فرق انه البرسيم ذا ما هو بناعم. ب 22 الشد حقه من 85 الى 90 ب 22 ريال، وهذا ب 23 ريال قلنا علشان انه البرسيم صافي وناعم يبيعونه ب 23 ريال. الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله. برسيم جديد ما شاء الله، هذا منزلونه من السياره تو جاي من المزرعه ذا ما شاء الله، توهم جايبينه من المزرعه الشباب. الله يقويهم يعطيهم الصحه والعافيه والعافيه. ما شاء الله برسيم ناعم ب 22 ها؟ ب 22 ريال شده 90 يقول الرجال. الله يبارك لهم يرزقهم ما شاء الله تبارك الله. التبن ما شاء الله يبيعونه ب 17 ريال شده 95 التبن 17 ريال التبن شده 95. الله يبارك لهم يرزقهم ما شاء الله تبارك. ما شاء الله صافي شده من 85 الى 90 برسيم صافي ناعم ب 20 ريال 20 يقول الرجال ب 20 الى 19 حسب الكميه. يعني لما تكثر الكميه يبيعون عليك ب 19 ريال، لما تقصر الكميه قليله يبيعون عليك ب 20 ريال. الله يبارك لهم ويزود لهم. الرودس يبيعونه ب 95 الرودس، هذا 95 يبيعونه الرودس اللفه الواحده. ما شاء الله تبارك الله. الرودس ب 95 اللفه الواحده. اعتبر اسعار الرودس نازله عن اول. الله يبارك لهم. الذره يبيعونه ب 15 ريال. الذرة يبيعونه 12 ريال. الله يبارك لهم. ان شاء الله برسيم صافي يبيعونه ب 26 ريال شدوا من 90 الى 95 شدوا وزنه 25 كيلو. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقهم. اليوم الخميس التقينا بحد رجال ما شاء الله اللي يختصون بتربيه الاغنام، ابو سيف. ابو سيف ما شاء الله تربي حلال ما شاء الله، وش اللي تختص به من الحلال دائما؟ والله من اول الحلال اللي عندنا خرفان لا قصدي انه مثل النوعيه مثل حري نعيمي كل انواع. اي انت ترى انه التنويع بالاغنام افضل من الواحد انه يتخصص بنوع واحد؟ والله افضل للبيع. إيه؟ للبيع اللي يبي حري ولا يبي نعيمي ولا يبي خاصه اللي يشترون ذبايح ما ياخذون نعيمي، يجي يبي حري يبي تيس. اي نعم. اي لكن الاعلاف غاليه والناس الان ما تقدر احيانا تعجز ان تعلف حلالها خاصه اهل الحلال. اي نعم. وش افضل شيء تعليف الحلال يا ابو المناسبه اللي يسمن الغنم ويجملها ويخليها طيبه، وش الطريقه المناسبه للتعليف؟ شوف ما في طريقه غير الشعير والبرسيم والمكعبات، هذه فيها شيء زين وفيها شيء لا والله ما هو زين، يسود باللحم. اي نعم. اي نعم. لكن الاعشاب البريه ما هي بتنفع الغنم قويها. بس وين هي البريه؟ لا قصدي مثل الرمث والرمث والحاجات دي. كل شيء ينفع. إيه؟ كل شيء ينفع الحلال. اي. إيه؟ الشوكيه تنفع الغنم؟ والله عاد هذه ما جربتها انا خاصه. إيه؟ البريات اللي احنا نعرف اللي يجي من الامطار ويجي من. اي نعم. اي. لكن انت ترى انه ما شاء الله يعني الواحد انه يصبر على حلاله، يعني ما يتسرع بالبيع وما البيع. لا. اي نعم. يمسك اليوم لك
مع ان الحلال بدا يرخص شوي، وهو ان شاء الله مقبلين على خير، مقبلين على خير ان شاء الله. تكون سنه خير ومطار وخير وربيع لكم ان شاء الله. وان الله يهنيكم حلالكم. جزاك الله خير. شكرا يا ابو يعطيك. نافع نافع ب 80 ريال يبيعونه، والشامل ب 70 ريال يبيعونه، والشامل ب 70 ريال الاعلاف. الله يبارك لهم. شعير 40 كيلو يبيعونه ب 68 ريال، اللي هو الشعير 40 كيلو ب 68 ريال. ما شاء الله تبارك الله. هذا كله اعلاف تسمين للاغنام. فيها شيء مثل الاغنام، فيها شيء للابل، وفيها شيء للطيور. الله يبارك لهم. شعير المجروش يبيعونه ب 75، اللي هو يبيعونه ب 75 ريال. الله يبارك لهم. 40 كيلو، 40 كيلو. الله يبارك لهم ويرزقهم. ما شاء الله تبارك الله. الشعير ال 50 كيلو يبيعونه ب 86 ريال. الشعير ال 50 كيلو، 86 ريال الشعير ال 50 كيلو. الله يبارك لهم. اعلاف فتكو ب 95 ريال يبيعونه. اعلاف فتكو. الله يبارك لهم. شعير ما شاء الله بلدي. 68 بلدي. بلدي شعير بلدي، شعير مزارع 68 ريال يبيعونه. 40 كيلو. 68 شعير بلدي انتاج المزارع، ما شاء الله تبارك الله. يعني مزارعنا قادره ان تنتج شعير وتغطي على المستورد، وان شاء الله يكون في تخفيض لاهل الحلال. الله يبارك لهم ويرزقهم. ما شاء الله انتاج المزارع اللي هو الشعير المحلي. 14 الشامل كم اخوي؟ 14. كم سعره؟ 73 ريال. بروتين 14 الشامل ب 73 ريال. الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله تبارك الله. الشامل ما شاء الله بروتين 13 ب 70 ريال. ب 70 ريال بروتين 13 الشامل. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. الاعلاف متوفره كميات، الله يوفقهم ويرزقهم. ما شاء الله السوق كبير، والاعلاف كثير، والخير كثير، وانواع الاعلاف موجوده. الله يسعد الجميع ان شاء الله. اليوم الخميس صباحا من سوق الاعلاف الكبير في مدينه الانعام، غطينا لكم السوق. الله يرزق اصحاب الحلال ويرزق اصحاب الاعلاف، والدنيا تبي صبر، والرزق ان شاء الله مقبل والخير مقبل. يوم 5/2/1444 نتمنى للجميع التوفيق.